السلام عليكم الوريدات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في تمام الصحه والعافيه. مرحبا بكم في القناه، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو ديال اليوم فرحانه به صراحه، انا شخصيا عاجبني الحال بهذا الفيديو غادي نقدم لكم. كنتمنى انكم تتفاعلوا معه، وكنقول لكم ايضا مرحبا بكم عندي في الانستغرام اللي هو هذا رباب دان. البنات كنشارك معكم فيه بزاف ديال الحاجات ولي ستوري، يعني اي حاجه كتبغيوها تما، واللي كيبغي تعرف على رباب اكثر ممكن تواصلوا معايا تما، وكنجاوبكم على الرسائل ديالكم كامله، وكنحط فيهم الصور ديال الطبخ، الشهيوات، وكذلك الصور الشخصيه والعائليه احيانا. ف بغيتكم كاملين تجيو عندي الانستغرام. اليوم البنات غادي نشارك معكم الروتين من اللي كنفيق حتى السحور. فاليوم جبت لكم واحد السفنج او لا واحد الفطائر على شكل السفنج اللي كيجيو رائعين، فيهم اللي محشيين بالفرماج وفيهم اللي محشيين بحشوة مالحة واقتصادية، وكيجيو رائعين من اروع ما يكون. فحاولوا البنات تدعموا القناة غير بلي لايك والبارتاج كيكفيني، وخليوا لي التعليق ديالكم حيت كنحماق عليكم. وفرجة ممتعة. نور عليكم الوريدات ديالي، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ المهم اليوم غنبدا معكم باحسن حاجه كتعجبني، هي نعطر الدار. كيف ما كتعرفوا يعني ديما الدار في الليل كتكون مجموعه مسيقه، يعني ناضيه، غير كنحل عينيك نلقى الدار نقيه، خصوصا الا نضت وكان باقي الوقت، يعني مع ديك الظهر هكاك كنصلي وكنشوف بحال كنلاهي الوقت بما وصلت ديك الثلاثه هكاك، عاد كندخل الكوزينه. عرفتوا البنات هذا البخور اللي كندير فيه جابتو ليا ايمان، غير قرعه قالت ليا كدير شي 100 درهم. عرفتوا رائع صراحه، كل مره كنقطع غير شويه وكندير منه. فايمان هذه المره جيب لي معك وحده اخرى، راه هذه قربات سالي. المهم هنا البنات دزت حتى لي بلونط، حيت شحال هذا ما سقيتهم، شحال هذا ما شفت شكون اللي تكاثرات شكون اللي ما تكاثراتش، خصوصا هاد الايام دازت الحراره بزاف وما لقيتش طليت عليهم. ديما غير كندير ريدو على حساب الدبان وهذا. وكيف ما كتشوفوا اليوم صباح الجو بارد، يعني الجو غضبان بزاف، وانا الصراحه البنات هذا الجو كيديرني كيضيق عليا الصراحه، يا ربي تسمح لي، فهمتوني كيفاش؟ يعني كيجيني حزين كيدير لي الحزن. فكيف ما شفتوا البنات باقي يعني لي بلون ديالي زوينين باقيين خضرين، ضروري العنايه وداك الشيء، واللي كتبان لي قربت تموت كنخرج الهواء. وهنايا كندوز يعني كنمسح الغبره، حيت انا غير كندوز كنطرف من قبل وما كنمسحش الغبره، كنقول حتى كيكون عندي الوقت. فاليوم جا الوقت ديالها وانا عندي الغبره بزاف صراحه. المهم هنايا البنات عندي هاد الرشاشه كندير فيها سانيكروا والماء، واي بلاصه بانت ليا فيها الغبره كيف ما شفتوا ديك البلاصه كانت مغبره، فكنرش باش كتبقى ديك الريحه زوينه، وفي نفس الوقت كتجيني ساهله في المسيح. ملي كتعمر ليا ديك الكتيتينه كنمشي نغسلها وكنعاود. قولوا لي البنات عاوداني كيفاش جاوكم، ما عرفتش واش ديجا وريتهم ليكم ولا لا. المهم هادو جاوني من عند خويا كادو صراحه، جاوني اسورتي مع ديزاين ديال الصالون وديال يعني حيت فيهم الذهبي وداك الشيء، وجاو في الكحل صراحه عجبوني، اي حاجه تراديسيونيل البنات كتعجبني. المهم كنمسح الغبره وها نتوما معايا، غنطرف هذا الشيء كامل قدامكم وخليكم معايا وما تمشيو فين. روتيني ديال اليوم غادي ندوزو معكم حتى الاخر. نسائم الايمان من واحة القران، نبغي رضا الرحمن والفوز بالجنان، من محكم التنزيل اتى الهدى للجيل، اتى به جبريل يتلوه للازمان. نسائم الايمان من واحة القران، نبغي رضا الرحمن والفوز بالجنان، بمحكم التنزيل أتى الهدى للجيل، أتى به جبريل يتلوه للأزمان. منه لنا الدستور والنور في الديجور، واللؤلؤ المنثور في بحرنا ربان، طريقنا القويم قرآننا الكريم، وحقنا العظيم لنا به برهان. منه لنا
بنى الدستور والنور في الديجور واللؤلؤ المنثور في بحرنا ربان طريقنا القويم قرآننا الكريم وحقنا العظيم لنا به برهان نسائم الإيمان من واحة القرآن نبغي رضا الرحمن والفوز بالجنان بمحكم التنزيل أتى الهدى للجيل أتى به جبريل يتلوه للأزمان فيه لنا الشفاء والحرز والعطاء دواء كل داء وراحة الحيران هو الغنى والجاه قد فاز من يرعاه تحلو به الأفواه ويدحر الشيطان. البنات من بعد ما كنسالي الصالونات يعني في المسيح البنات بحيث واخا كنكون في الكوزينه كيبقى بالي مشطون ديما كنقول ناري هذيك باقا ما مسوحاش ناري هذيك باقا مدايره واخا ما دابا غير الحجر الصحي ديما هكا مع نفسي كنبقى نهضر فهمتوني ما عرفتش حتى نتوما بحالي مهم في هذا الوسواس فهمت واخا انا راه في بلاصه اخرى واخا يعني الدنيا مجموعه ديما في بالي ان هذيك البلاصه راه فيها الغبره خصني نديرها ديما هذيك البلاصه راه شاطناني فمن هنا البنات غادي نعطيكم واحد الصوره اولا واحد الفيديو قصير من سيجور للمرح هذا المنظر كيعجبني بزاف من هذه البلاصه بالخصوص ودابا غننتقلوا للمطبخ وهنا البنات غادي ندخلوا الكوزينه هنا بغيت نوريكم اليازير ها نتوما البنات شوفوا كنديروا على هذا المنديل بحال هكا حتى كينشف ليا مزيان وكنديروا في دوك القريعات اللي شفتوا معايا المهم هنايا غادي نحضر لكم المقادير وغادي نشعل الرينغ لايت ديالي المهم خليكم مع الوصفه يلا غادي نبداو مباشره بالمقادير الطريقه ما كتبدلش صراحه وليت كنلقى فيها راحتي وليت كتعجبني بزاف المهم هنا عندنا معلقه كبيره ديال السكر سنيده وغادي نحتاجو ايضا معلقه كبيره ديال الخميره فوريه الملح كيف ما العاده حتى الاخير غادي هنا نحتاج كاس ديال الماء دافي نخلط هاد الخميره مزيان وهنا عندي نص كاس ديال الدقيق الفورس ونص كاس ديال القمح الفينو يعني كاس مخلط اهم حاجه ان هاد الخليط هذا خاصو يجينا مطلوق ما خاصوش يجينا عاقد فالا بان لي المناقص غادي نزيد انا كيف ما كتشوفوا جاني الخليط شويه ثقيل انا بغيتو مطلوق على هكا فدرت كاس ديال الماء هنا غادي نضيف نص كاس غادي نضيف نص كاس يعني كاس ونص ديال الماء هكا خاص الخليط يجيني مطلوق فدابا كيف ما شفتوا من بعد ما خلطت غادي نغطيه حتى يختمر وغادي نرجع لكم بعد ما اختمرت شوفوا كيفاش رجعت اختمرت لاقصى درجه هنا غادي نضيف ربع كاس ديال زيت الزيتون وعاد غادي ندير الملح نهبطها وغادي نضيف الدقيق هنا عندي كاس الاول نخلط مزيان نتوما البنات هاد الطريقه راه كتنفع بزاف ملي كتبقاو ديروا بحال هكا كتجي مفشفشه العجينه ديروها ما حد العجينه مطلوقه حيت ملي كتقال ما كيمكنش ليكم تقدروا ديروها هنا صافي ضفت الكاس الثاني كامل يعني هزيت لي جوج كيسان وهنا غادي نبدا نجمع بيدي حيت بايدي كنحس بالعجينه اكثر كاس اخر دائما كيف ما كنقول لكم الدقيق راه عينكم ميزانكم مهم الاهم من هذا الشيء كامل هو الطريقه اللي كنديروا في المرحله الاولى بعد ما ضفت داك الكاس الاخر يعني هزيت لي ثلاثه ديال الكؤوس صافي العجينه كتبقى تلصق ولكن ماشي ديك الدرجه الاولى فغادي نبدا ندلك فيها ضروري ثم البنات العجينه راه كتكون بحال ديال الفطائر شوفوا ما كتكونش ثاني جاريه وما كتكونش مطلوقه بزاف ها نتوما فهمتوا باش كتجيو زوينين فها نتوما كملت ليها الدليك دابا غادي نحتفظ بها ثاني في هذا الاناء ديالها وغادي نغطي عليها تختمر المره الثانيه
تعطلتوا وخفتوا العجينه ما تكملش ليكم، فكتجيبوا واحد الاناء اخر كديروا فيه الماء طيب هكا، وكتحطوا هذا فوق منه، يعني خاص هذا القاع ديالو يكون واصل لذاك الماء. حنا غادي نبدلو هكا، وغادي نحط هذا هنايا دغيا كيخمر بهذه الطريقه. المهم هنا العجينه من بعد ما خمرات ضاعف الحجم ديالها، فديك الطريقه اللي كنوضعها وسط الماء دغيا كيخمر. صافي كنعاود نهبط منا هاد الهواء وكنشكلها كويرات صغار، يعني كيكونوا صغار من ديال المسمن على حساب هاد الشكل اللي بغيت ندير. فغادي نكورهم كاملين بنفس الطريقه هنايا، ملي كندير في الماء سخون فكتكون ساهله باش يعني كتورق لك اولا كتكور بحال هكا البنات، غير كويرات صغيرين. صافي دابا كنبدا نورق بديك الكويرات الاولين هكا، كنديرهم غير شويه ماشي بزاف، مي الا كانت العجينه كتنفخ بسرعه فغير ورقوهم تخافوش من ناحيه كترجع تنفخ هكا. من بعد ما كنشكلها دائره كنجيب المدلك وكنشوف البلاصه اللي كتكون غليظه من هنا، هذيك تكون رقيقه وهذيك تكون غليظه، فكنجي في الوسط يعني في المركز وكنحاول ندير بحال هكا. وبالنسبه للحشوه فهنا عندي الدجاج والبصله والفلافل، كنجي وكنقاد الحشوه بهذه الطريقه هذه هكا، وما تكثروش الحشوه باش تقدر تجيكم خفيف وزوين هكا. وكنجي هنا كنهز هذه البلاصه وكنبدا نقرص في العجين ديالي بهذه الطريقه. شوفوا بحال السفنجه، وكنجيب اللاطه ديالي كتكون مدهونه قبل بالزيت ومرشوشه بالدقيق، كنحاول نطرق مزيان، حاولوا ما تكثروش الزيت هو اللي كيخلي العجينه ما كتسدش لينا. فغادي نهز السفنجه ديالي بهذه الطريقه وغادي نقلبها بهذه الطريقه، غادي نقلبها على البلاصه اللي سديت وغادي نوضعها في الطاوه ديالي هكا، ونحاول نقادها بيديا. نسائم الإيمان من واحة القرآن، نبغي رضا الرحمن والفوز بالجنان، من محكم التنزيل أتى الهدى للجيل، أتى به جبريل يتلوه للأزمان. نسائم الإيمان من واحة القرآن، نبغي رضا الرحمن والفوز بالجنان، بمحكم التنزيل أتى الهدى للجيل، أتى به جبريل يتلوه للأزمان، منه لنا الدستور والنور في الدين. المهم ديال الهيكل اللي درت فيهم بحال السفنجات، وهنا درت بحال جوج باكيطات، وهنا حيت غادي ننوع صراحه ما بغيتش كلشي يجي فيه الحشوه، هنايا سرحتها مزيان كيف ما كتشوفوا بحال المسمن. وغادي نجي وغادي ندير هنا عندي الفرماج اللي قطعته بحال هكا طويل، غادي نجيب الفرماج ديالي وغادي نحطو على هاد الحافه هادي، وهنا غادي نبدا نلوي بهاد الطريقه بحال هكا. غادي نعاود ندير وحده في وحده هكا. البنات الشكل اللي درت معكم بالحشوه المالحه، هنا غادي نديرو بالفرماج، ممكن ديروا اي نوع من الموتزاريلا وممكن ديروا حتى لافاش كيري الا ما عندكمش الموتزاريلا، فكيجي رائع بالفرماج. انا عجبوني صراحه بالفرماج حيت كيعجبني بزاف بزاف.
كيف ما قلت لكم، الى عندكم اي فرماج ممكن ديروه، عرفتوا كيجيو رائعين، ما غاديش تندموا عليهم، فجربوهم البنات، جربوهم وردوا لي الخبر، والله غتشكروني على الطريقه اللي وريتكم، يعني ما غاديش تندموا الا جربتوها، كيجيو رائعين ومقطنين وما كيجيوش معجنين بالمره، فغير تثقوا في الوصفات وجربوا. هنا غادي نبدا ندهن فيهم. هنا درت صفر ديال البيضه مع شويه ديال البيض كيف ما كتشوفوا، حيت هذاك البيض هو اللي كيخلي فيه اللمعه. درت قطرات ديال الخل، غادي نطرب مزيان وغادي ندهنهم كاملين ورشهم باللي بغيتو، زنجلان، البافو، اللي بغيتو. ماما بغيت طيب تبصيل، هنا تبصيل كبير، وخليوهم يخمروا مزيان، قد ما خمروا قد ما كيجيو زوينين. انا هنا عندي ديجا الخلطه ديال البوافو وزنجلان، هي اللي غادي ندير. ها من بعد ما ساليت كيكون هذا هو الشكل ديالهم، نخليهم غير يخمروا شويه وندخلهم الفران ونقدمهم لكم باش تشوفوا ديال الفرماج كيفاش كيجي، ديال الفرماج كيفاش كيجي وديال الحشوه كيفاش كيجي. البنات شوفوا كيفاش كيجي، صراحه غير خرجتو من الفران قلت ضروري ما نصور لكم كيفاش كيكون وهو سخون، عرفتوا واحد الرائحه كتطلع، واحد ريحه الفرماج ما نعاودش لكم، بنين بزاف 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 غير من الريحه، باقي ما ذقناش. المهم هنا هاد لي باغيت اللي درت، ديما الصفر ديال البيض البنات ديروا معاه شويه ديال البيض، يعني ما ديروهش كامل حيت كل مره انا كنستافد على مره اخرى، فهمتوا؟ ملي كنت كندير بيضه كامله ما كانش كيخرج ليا هذا اللون بحال هكا، ملي وليت كنكثر الصفر وكندير غير النص ديال البيض، شوفوا اللون، شوف صراحه ما شهيتكم فيه، فجربوه يعني ممكن ديري اي شكل من غير العجينه اللي كنوريكم، ديما نفس العجينه غير الحشوه اللي كتختلف. شوف هادو اللي درت بالفرماج، ها نتوما كيجي رطب بزاف، دابا غادي نحلو لكم غير يبرد باش ما نهرسهمش، ها نتوما هذا اللي فيه الحشوه المالحه. نسائم الايمان من واحه القران، نبغي رضا الرحمن والفوز بالجنان، من محكم التنزيل أتى الهدى للجيل، أتى به جبريل. شوفوا كيفاش كتجي، شوفوا شوفوا مقطنة مقطنة، شوفوا شوفوا كتجي رائعة، شوفوا من الداخل هاتو ريحة الفرماج كتحمق صراحة، شوف وغادي نحلو دابا، نحلو تهادي شوفوها، شوف بسم الله، شوف كتجي رائعة جدا جدا جدا. كيجي لا معجن لا حتى شي حاجة، بصحتكم وراحتكم. المهم من بعد ما ساليت في التحضير ديال الفطور، هنا غادي نوجد معكم العشاء، فكيف ما كنقول لكم ديما ملي كيكون فيكم الدم سخون هكا في وقت الفطور حيدوا عليكم العشاء ولو غير النص فيه. المهم اليوم هنا جبنا الغنمي، جبنا من الكتف ومن الضلعه تقريبا عندي كيلو هنايا، غادي نرافقه مع الخضر اللي غادي نبخره. المهم غادي نجيب هذا البول وغادي نحك فيه ثلاثه ربيصات ديال الثومه، البصله حتى هي غادي نشلضها كتجي زوينه وبنينه. عندي هنايا القزبر يابس حيت ما غاديش ندير قزبر ومعدنوس، غادي ندير معلقه صغيره وشويه الملحه، هي ديال التحميره، التحميره كتعطيني اللون زوين. المهم كاين اللي ما كيديرش هاد العطريه كامله، المهم انا كتعجبني نديرها. هنا درت الخرقوم بيدي، ايضا كمون غادي ندير معلقه صغيره عامره كيجي زوين في المبخر،
وغادي ندير شويه ديال السكينجبير، معلقه ما عامراش، ندير البزار، وهادشي غادي نخلطو بشويه ديال الزيت العاديه النباتيه، تقريبا ربع كاس. ممكن يعني تخلطوا ما بين الزيت الرومية وبلدية، وغادي ندير شوية يعني ربع كاس ديال الماء. الى عندكم السمن ممكن ديروه، انا هنا غادي ندير معلقة صغيرة عامرة ديال الزبدة، كتخلي اللحم رطب وكيجي بنين بزاف. غادي نخلط هاد المكونات مزيان، والبصلة كتعطي واحد البنة في هاد اللحم زوينة بزاف. هاد الزبدة انا نديرها، كنت عمد انني نديرها بوماد باش كندخلها في اللحم. المهم هنا من بعد ما شرملت مزيان غادي نجيب اللحيمات ديالي، وغادي نحاول ندخل حتى هاد البصله فيه. المهم اللي ما كيبغيش يدير البصله ما يديرهاش، فراه كتجي زوينه وكتطلق البنه بزاف في اللحم. دابا انا غادي نرقدو حتى المور الفطور ان شاء الله عاد غادي نديرو يتبخر. حتى الخضره غادي نبخرها الا البطاطا اللي كندير ليها نص سلقه باش كنديرها بالاعشاب. صافي دابا غادي نخليه هكا يعني يرقد مزيان. والخضر هنا احتاجيت غير الكورجيت قطعته على شكل طولي، والجزر، وبطاطا راه كتسلق، فكلهم غادي نبخرهم الا البطاطا اللي كنسلق فيها مع شويه الملح. بصحه فطوركم الوريدات ديالي، كي درتو مزيان كلشي هو هذاك. المهم ما علينا، قديت من بعد الفطور قديت كل حاجه في بلاصتها، بما انني اليوم ما قريتش بالمره القران، ما ساليتش يا ربي تسمح ليا، فغير ساليت المعان دزت مباشره للصالون غادي نقرا شويه القران، وغادي نعوض داكشي اللي ما قريتوش اليوم في العشيه. وملي كنسالي البنات كنمشي ندير واحد الرياضه ديال شد يعني البطن الصدر، يعني رياضه بصفه عامه. دابا نحط لكم واحد الولد رائع جدا في هادشي ديال السبور، عرفتوا دابا حيت يلا بديت البارح، هاد الضلوع ديال الكرسي كيضروني، حيت كيف ما كتعرفوا يعني مابقينا كنتحركوا ما حتى شي حاجه كنديروها كاملين حنا انا والوليدات يعني. صراحه وكتفوجي كتحسي براسك ارتاحيتي ملي كديري هاد الرياضه هادي، صراحه زوينه بزاف وسهله وبالزربه بالزربه، ممكن ديريها غير بعض المرات في السيمانه. دابا نقولها لكم وصافي، من بعد راني باقا مرقده داك اللحم، قلت حتى نسالي هادشي كامل عاد نمشي نديرو، عاد غير غادي نسد على الكسكاس في الكوكوط يعني ماشي غندير البرمه، وديك الساعه نشوفو شنو غنديرو من بعد، فخليكم معايا. أتى الهدى للجيل، أتى به جبريل يتلوه للأزمان، منه لنا الدستور والنور في الديجور واللؤلؤ المنثور. وهنايا الحيمات ديالي من بعد ما تبخروا، ها انتم كيفاش كيجيو، درت معاهم ديك البصيله، زدت عليهم دابا شويه البزار، مع بان لي شويه الحار ناقص، فغادي نعاود نسخنو وديك الساعه نقدمو بالصحه والراحه. دابا جبت المقله غادي نسوطي فيها كاع الخضره اللي تبخرات. هنا الكورجيت درت ليه ديجا ملح وليبزار، غادي ندير شويه ديال زيت العود وغادي نسوطيه، وايضا البطاطا غادي نضيف لها شويه ديال الزعتر وشويه الزبده، واما الجزر والكورجيت فبجوج كندير ليهم نفس الطريقه، انا درت هاد المره على الطول. وبالنسبه للحم فانا غادي نحطو ونقدمو بالكمون مليحه، ما غاديش ندخلو الفران حيت حنا بغينا بحال هكاك. صافي ملي سالي صحن التقديم نوريكم كيفاش جا. اتى الهدى للجيل، اتى به جبريل يتلوه للازمان، منه لنا الدستور والنور في الديجور واللؤلؤ المنثور، في بحرنا ربان طريقنا القويم قرآننا الكريم وحقنا العظيم، لنا به برهان منه لنا الدستور والنور في الديجور واللؤلؤ المنثور. وهالبلاص فينال ديالنا، شوفوا كيفاش كيجي، شي حاجه بسيطه وصافي. وبصحة سحوركم حتى نتوما، عرفتوا هاد اللحم كيفاش كيجي رائع جدا، شوف كيطيب مزيان في الكسكس. بصحة سحوركم. المهم البنات كان هادو هو عشانا،
كنتعشاو تقريبا مع ديك الوحده ونص هكاك. ملي كيقرب ان شاء الله الاذان كنديروا شي حاجه حلوه ضروريه، اما صلاه فرويه يا اما فلو كيف ما قلت لكم ديال درهم. المهم كنشكركم دائما، حاولوا تبقاو تنوعوا هكا في الخضر، ما تنساوش الخضر وتاكلوا اكل صحي. وبسلام عليكم، تسناوني فيديو جديده وما تنساوش لي لايك.